خبر عاجل، عملية عسكرية مغربية هي الأولى من نوعها بعد عملية تحرير معبر القرقالات. نفذت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر واحدة من القوات الخاصة البرية والجوية كمينا أرضيا محكما ضد رتل من ميليشيات البوليساريو الجزائرية. تعتبر هذه العملية الخاطفة الأولى من نوعها على حد علمنا بعد عملية تحرير معبر القرقالات المغربية، حيث أصبحت وحدات القوات الخاصة المغربية تخوض حرب عصابات خارج الجدار الأمنية، مما أدى في ذات العملية إلى مقتل شخصين وأسر آخرين من أفراد العصابات المدفوعة من جمهورية الجزائر. نشكركم على حسن المتابعة.